ما قادرة أتصور مسألة الطعن في الدين بيكون كيف، يعني هل في مستوى أدنى مثلا من الأخلاق بيتفقوا عليه والناس يقولوا مثلا ما دونه ده ما دين؟ بعدين إذا كان في مستوى ده برضو كيف بيكون التوفيق بين يعني نسبية الأخلاق في الشرائع السماوية الثانية؟ يعني الحاجة اللي بتعتبر مثلا أخلاقية في الإسلام مثلا قد لا تعتبر أخلاقية عند المسلم، بعدين كيف بيكون الاتجاه مع إننا نحن بنقول مثلا الاتجاه بس للدين حتى لو كان مثلا المسيحي والدين؟ بعدين في أسئلة برضه بعيدة من الاتجاه ده، ما عارفة أقولها هسه ولا غير الاتجاه ده ممكن تلاقي لها فرصة تانية. لكن احنا في بعد سؤال يوسف، أسئلة تجي في مدى سؤال يوسف مش كده؟ فرعية هنا المشاعر وأبناء هو اعتبار الأخلاق، يعني كيف يكون المقاس أنه ده عنده دين وذاك ما عنده دين؟ هل المسألة دي بيتفقوا عليها الناس؟ وهل ما يعتبر دين عند المسيحي يمكن يعتبر دين عند المسلم؟ بطبيعة الحال الأخلاق ما حاجة نسبية، ما ممكن أنت تقول دي فضيلة في مدى الأخلاق وبعدين واحد يراها رذيلة. المسألة في الأخلاق زي ما قلنا هي حسن التصرف في الحرية الفردية، ده قيل كده الخلق، لما نبينا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قيل أنه الأخلاق هي حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة، قيل أنه الأخلاق هي الحرية، الإنسان اللي عنده خلق والإنسان الحر، والإنسان الحر هو اللي بيحسن التصرف، وحسن التصرف في قمة العبودية لله، لأنه أصلك خلقت لتكون عبد، وقلنا من أجل ذا صدرت حرية من رفض العبودية لله وجعل عبد. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعدين أرسل الرسل ليوجهوا عبيده ليعبدوه، أصروا بعد 13 سنة من الإنذارات والتبشيرات والكمالات اللي خلق الإسلام من الناس الأسلموا ومن كمالات نبينا في جاهلية قومه وفي إسلام قومه، كل دي ما حملتهم على أن يقوموا بالواجب عليهم اللي هو عبادة الله وإفراده بالتوحيد والعبودية له ونبذ الوثن. فلما روي أنهم قصر أساءوا التصرف في الحرية، أصبح ما بيستحقوا الحرية، صدرت حريتهم بحد السيف ليحملوا على مصلحتهم بالإكراه لأنهم قصر. وقيل أنه الإسلام بيجي بالصور دي، إما أن تسلم فيكون لك ما علينا وعليك ما علينا، ده يعرضوه على الكافر بالصورة دي، تسلم فيكون لك ما علينا وعليك ما علينا، الرفض تدفع الجزية، والجزية اعتبرت مرحلة لعله يراجع فيها نفسه بمعايشة المسلمين فيسلم. فإن رفض الحرب إما قتل أو استرق، إذا هزم إما قتل أو استرق، إن قتل انتهى، إن استرق قيل أنه عرضت عليه العبودية ليكون عبد لله، فلما رفض جعل عبد للعبد مكيدة قصاص، بعدين من عبوديته للعبد يترشد ليكون عبد لله. فالحرية إذن هي حسن التصرف وسط المجتمع، في قمته أن تكون عابد لله ومجود للعبادة، وعبوديتك حريتك وتصرفك فيها يبتدي من ألا تتورط في القوانين. إذا قالوا لا تزني معناها لا تزني، لا تسرق، لا تشرب، في قوانين معينة هي الحد الأدنى للحرية، فإن عشت أنت في مستوى هذه القوانين بدون أن تتورط فيها ما عليك من سبيل، ثم ترتفع إلى أن تكون في قمة حريتك اللي هي سميت الحرية الفردية المطلقة، أن تكون عبوديتك لله ما فيها رائحة ربوبية، ودسر الناس دائما في المضمار ده. فإذا الأخلاق مش هي مسألة اعتبارية، هي مسألة مجردة ومسألة يمكن الاتفاق عليها، وكل ما اسموا الناس في القانون الدستوري والتشريع الدستوري بقت المسائل واحدة. في أصول مركوزة البشر ما بيختلفوا فيها كثير، قد يكون في بشر يختلفوا فيها لكنهم ما هم أسوياء،
يعني ما ممكن السرقة تكون محللة في مجتمع من المجتمعات، ما ممكن الزنا يكون محرم في المجتمع، ولا يمكن السكر والتبذل والوقوع في الشوارع ويلغلغ الإنسان ويتكلم بما لا يعلم يكون متفق عليه بأنه أخلاق. فإذا الخلق اللي احنا بنعنيه لما نقول أنه يطعن على أخلاقه، إذا كان في مواطن، المواطن ده وثني يهودي مسيحي ملحد سميه ما شئت، لكنه مستقيم في معاملة الناس، ما في ضرر منه ولا إساءة منه، بتجي لجيرانه بيقوم بعمله بشرف وبأمانة، صادق في كل ما يعمل، يكف أذاه عن الناس ويحتمل أذى الناس، حافظ عرضه حافظ لسانه، دائما ما يصدر منه إلا ما يشكر عليه، ده ما عليه طعن. مواطن تاني مسلم لكنه في السوق يغش ويدلس ويكذب وينافق، معاملته للناس في الشارع في الجوار كلها أذى وكلها شر، ده ما هو دين. يمكنك أنت أن ترفضه، يمكنك أن تقبل ذاك. فإذا في مستويات معينة ما ممكن الاختلاف عليها، ولا يمكن أن يكون الاعتبار عند المسيحي والاعتبار عند الوثني في اخلاف فيها. يجوز في التسامي الناس يتفاوتوا، لكن مؤكد الحد الأدنى البشرية تتفق عليه. وفي الحقيقة زي ما قلنا مرات أن الدين ما نزل من السماء، وإنما هي أوضاع الناس اللي اتفقوا عليها جد دين هزبة باستمرار. فالناس فيهم عنصر الخير فيهم في أصلهم من حيثهم الناس، لأن دي الفطرة اللي فطروا عليها، وده القول بأنه كل مخلوق يولد على الفطرة. فالمسائل الأساسية في الانحراف عن الجادة وعن الخلق القويم الناس يتفقوا أو يكادوا يتفقوا عليها. وإذا كان ما في، إذا كان إنسان بيرى مثلا أن السكر فضيلة، ده إنسان منحرف بيحتاج لتقويم، والقويم أبارون هناك ليحملوا على أن اعتباره ده خاطئ، دي مش الفضيلة أنك تسكر وتترمي في الشارع. إذا كان هو بيراها هو منحرف، ويمكن القانون ألا يمشي مع انحرافه، ويمكن ألا يكون في إنسان بيدافع عنه. فإذا الاعتبارات هي دي أصله بتكون واضحة. الخلق اللي بيطعن عليه هو عدم الأمانة، قوانين المجتمع، مخالفة قوانين المجتمع، القوانين الدستورية المستمدة من لا إله إلا الله زي ما بنقول الدستور الإسلامي، القوانين المستمدة من هذا الدستور اللي هو ما هو دستور ناشئ من العقيدة، دي نقطة مهمة. القوانين الإسلامية الأساسية ما مستمدة من العقيدة، العين بالعين والسن بالسن مش بتاعة المسلمين ولا بتاعة التوراة، قبل التوراة كانت فيه وبسيطة جدا. الإنسان اللي بيعيش في المجتمع ويؤذي الناس يبقى يقول أزل أزاه الناس، العين بالعين والسن بالسن. الإنسان اللي الله كرمه بالعقل ثم يذهب ليذهب عقله بالخمرة يردوه لصوابه ليكون يحل مشاكله بعقله، مش يحل مشاكله بالهروب عن بالنا. كل شرايع الإسلام في الحدود وفي القصاص وفي العبادات، في الحقيقة في العبادات في الحقيقة ما مستمدة من العقيدة، فوق للعقيدة. ولذلك هي صالحة لأن تكون لليهود وللنصارى وللوثنيين لمطلق بشر، لأنها منهاج إنساني ليوصلك لنفسك اللي في الفطرة الطبيعية اللي قبل فقدتها عندما جاءت الصورة اللي قال عنها نبينا كل مولود يولد على الفطرة، مش كل مسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني فيما يعيش في المجتمع فيما بعد تمسخ الفطرة، المنهاج الديني المرسوم في الإسلام المقصود منه أن يرفع الرانة الحصل بالانحراف ده ليرد كل بشري إلى فطرة السليمة الولد عليها وفقد في معترك الحياة. هذه الإجابة على أسماء، وإذا كانت أسئلتها تنتظر بها الفرعية الثانية تنتظر بها وتسألها هسه.